وعودة مرة أخرى للحديث حول الاختيار 3. بصوا، هو في مسلسلين جامدين بصراحة، الاختيار 3 وفاتن أمل حربي، الاتنين دول في الجون العائدون حلو، بس الاتنين دول في الجون في الجون. يعني ممكن أخد العائدون، يعني دول يبقى الأول والأول، والعائدون يجي معايا نمرة 2. بس دول كانوا جامدين قوي بصراحه، عاجبني بشكل مش عارف. هل الاختيار عاجبني علشان كم النجوم الرائعين اللي موجودين فيه، ولا الاداء المذهل بتاع النجوم وهم بيجسدوا الشخصيات؟ وزي ما كنت بقول كده، في صعوبه حقيقيه في انه نجم بيجسد لنا شخصيه احنا شفناها او لا زالت معاصره معانا، زي الاستاذ مفيد عاشور. استاذ مفيد عاشور بالقطع نجم كبير لا يشق له غبار، وده كلام جد مش هزار. يعني استاذ مفيد عاشور عندما يمثل باللغه العربيه الفصحى فهو الاعلى تمكنا، وعندما يمثل ابن بلد فهو ابن بلد يقنعك حتى النخاع انه من قلب الحاره المصريه، واذا كان من الريف المصري فهو فلاح من اهالينا. يعني طول الوقت الاستاذ مفيد عاشور فعلا مش هزار من الفنانين اللي بجد يخلوك تبقى قاعد مش بس بتحترمهم، تبقى سعيد بانه هم من الناس اللي شكلوا وجدانك. استاذ مفيد اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف، وكل سنه وحضرتك طيب. لا انا اقول استاذ مفيد، حضرتك ما ينفعش تقول لي استاذ يوسف خالص خالص خالص، المقامات محفوظه. أنا من درويشك ومن مريديك. لا يا فندم العفو، ده احنا هو انا طول ده انا فرحان وكل فخر ان انا بكلم حضرتك والله. وانا يعني الكلام اللي انت قلته ده كلام كتير عليا بصراحه. لا يا فندم صراحة. اقل الله. حاجه تتقال يا فندم، اقل حاجه. الله يخليك استاذ مفيد. صعوبه تجسيد شخصيه معاصره تديها كم من 10 في مستوى الصعوبه؟ بشوف انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هسمي، تعالى نطلق على هذه الشخصيات مسمى نسميها شخصيات تاريخيه. أوكي. بمعنى ان هذه الشخصيات صنعت فارقا في تاريخ امتها، يعني واثرت في تاريخها بشكل عام سلبا او ايجابا، سواء كان اديب او شاعر او مفكر او سياسي او رجل دين. في شخصيات تاريخيه غير معاصره، انا بس عشان نحاول بس نقرب الساده المتفائلين. أيوه. لمدى صعوبه ان ممثل يعمل شخصيه من الشخصيات دي. ايوه، في شخصيات تاريخيه غير معاصره. صح. زي لما اعمل مثلا يعني المتفرج او الممثل ما يعرفش عنها الا ما هو مدون في كتب التاريخ. مظبوط. زي احمد عرابي، زي النغراشي، زي سعد الزغلول، زي طارق بن زياد، زي صلاح الدين الايوبي. صحيح. اي فالممثل حر الحركه في ان هو يتخيل الشخصيه كما يحلو له ان يتخيلها، وهو المرجع بتاعه ما دون عنها في التاريخ وما هو موجود في الصور من حيث الزي، من حيث الشكل. فالممثل المتفرج ما يعرفش الشخصية بتتكلم ازاي، ولا بتنفعل ازاي، ولا بتمشي ازاي، ولا بتقعد ازاي، ولا كلام من ده. أيوه. انا كان ليا الشرف ان انا عملت سعد زغلول، وعملت احمد بن دؤاد في عصر الائمة، فكنت حر الحركة. انما لما تيجي تعمل شخصية تاريخية معاصرة، يعني المتفرج شافها او لو ما شافهاش، ففي مستندات موجودة على اليوتيوب للقاءات ليها. صح. يعني انا مثلا عملت طه حسين، عملت رئيس السادات، عملت الموسيقار محمد الموجي، عملت الرئيس جمال عبد الناصر في الاذاعه. ايوه. فانا في النهايه محكوم بهذه الشخصيه، بكيف تتكلم الشخصيه، كيف تنفعل الشخصيه، كيف تجلس الشخصيه. يعني انت محاصر طول الوقت بان انت لازم توصل الشخصيه كما هي موثقه فيديويا. حلو جدا. طيب، دي الشخصيات التاريخية المعاصرة التي رحلت. كويس. الشخصية المعاصرة اللي حية وسطنا، اللي موجود دي بقى مش صعبة، دي صعبة جدا 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 جدا، لأن الشخصية دي موجودة بينا، موجودة ما زالت حية. ما زالت. فالممثل الحقيقة محاصر حصار شديد جدا. طيب، محاصر. في نوعين من الشخصيات يمكن الاختيار كان بيشتغل عليهم. النوعية الأولى هي إما أنها شخصيات وطنية رفيعة المستوى، أو شخصيات ذات قيمة فكرية أو دينية رفيعة المستوى. وفي بقى الشخصيات التانية الجماعة إياهم. المشاهد هو بيتفرج على قيمة وطنية كبيرة أو قيمة دينية رفيعة المستوى، وحضرتك قمت بدور مولانا الشيخ الإمام الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر،
فهنا المشاهد بيبقى حساس جدا وهو بيتفرج وبيتابع كل حاجة. دي بتحكمها ازاي؟ هو عشان في قبل ما المتفرج يشوف انا كممثل بستعد أيوة. للشخصيه، يعني بحاول اجمع داتا عن الشخصيه. جميل. يعني انا طبعا ما كانش ليا الشرف مقابله مولانا الامام الطيب لظروفه هو او لضيق الوقت يعني، انما انا اتفرجت على حوالي 8 ساعات فيديو لقاءات للامام احمد الطيب. عظيم. وكان في فيديو مفصلي بالنسبه لنا، لان هو كان في الشيخ احمد الطيب بيتكلم بشكل عفوي، بشكل اللي هو كان اللي هي المناظره اللي كانت بينه وبين الدكتور خشت. ايوه. في القاهره. ده غير اللقاءات التلفزيونيه الاخرى بقى اللي هي البرامج هو بيتكلم بشكل باسئله بتتقال له بشكل بيرد عليها دينيا. أيوة. من وجهه النظر الدينيه يعني، لكن هذه المناظره هو بيتكلم بشكل عفوي، بيتحرك بشكل عفوي، بشوفه بينفعل ازاي، بيتحرك ايده بتتحرك ازاي، وشه بيتحرك يعني. ده انا كانت المناظره دي اتفرجت على مثلا حوالي 20 مره او 30 مره عشان اعرف اكون يبقى عندي عناصر الشيخ احمد الطيب. لا، يبقى في انطباعات واضحه عن بالزبط. شخصيه الدكتور الطيب. بالظبط بالظبط. وبعدين هو الخطير بقى في المسلسل ايه بقى؟ مسلسل اختيار اخراجيا. ان الدكتور بيتر ميمي بيجيب شخصيه مثلا الإمام أحمد الطيب مثلا، أو شخصية مثلا خيرة الشاطر، أو شخصية محمد مرسي، أو شخصية أي سين من، أو شخصية المشير طنطاوي. بيجيب الشخصية الممثلة وبعدين يروح داخل بفيديو آخر للشخصية الحقيقية. فأنت كمتفرج كمتلقي عندك حكم فوري على طول إذا كان هذا الممثل أجاد أم لم يجد. أيوة. قريب ولا بعيد. دي مهنة، دي خطورة المسلسل، مهنة شديدة الصعوبة، كان الله في العون. دي خطورة المسلسل. بس هو بشكل عام يا أستاذ يوسف يعني أي ممثل عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر له الشرف إن هو يعمل مشهد واحد بس في هذا المسلسل الوطني، المسلسل اللي إحنا كنا حريصين. مفيش ممثل في مصر إن شاء الله هيقول جملة في المسلسل، أو هيعدي من حافة الكادر الأيمن لحافة الكادر الأيسر، أو هيعدي في المسلسل كده. والله عندك حق يا أستاذ مفيد. الكبير يعني. لأنه فعلاً مسلسل جميل. أستاذ مفيد، أولاً خليني أشكرك على إنك معانا على التليفون، وأشكرك على أداء رائع كما جرت العادة، ومش أنا اللي أشهد يعني، أنا أقل وأصغر من ذلك. الله يخليك. وأحب وأتمنى إن أنا أتشرف بمقابلتك في البرنامج. يسعدني. يبقى يسعدني توكلنا على الله، نبقى نعتبر كتبنا عقد، توكلنا على الله. توكلنا على الله. ألف ألف شكر حضرتك يا أستاذ مفيد، وتهانينا مرة تانية، وشكراً على مشاركتك وعلى أدائك العظيم في هذا المسلسل اللي فعلا هو شرف لكل من يشارك فيه.